دائما اجذب رجال رياضيين وانا العكس، واثرياء وانا العكس، ونوعا ما انانيين وانا اعطي اكثر مما اخذ. طبعا ولا تزوجتي ولا واحد منهم. شوفي انت عندك فرصه بس لازم تستفيدين منها وتغيرين شويه من نفسك. الاثرياء مش انانيين، مش انانيين، لا لا الاثرياء مو انانيين. اذا شفتي واحد يعني كذا يبعزق فلوس او كذا ويتعرف على واحده بعدين كذا يطير فلوس او كذا، هذا يعني هذا ما صنع كارما ثراء، هذا لم يصنع كارما ثراء. اوكي لازم تعرفين هذا الشيء. اللي صنع كارما الثراء يتعامل معها بطريقة مختلفة. لذلك هذولا مش أنانيين، أنت فهمتهم غلط. أنت فهمتهم بطريقتك اللي بعيدة تماما عن الثراء، اللي أنت مو فاهمة الثراء ولا طريقة التعامل مع الثراء ولا طريقة التعامل مع المال. اللي أقترح عليك أنك تصححين معتقداتك عن الأثرياء وتتقبلين طريقتهم. يعني إذا كنتي يعني تتوقعين إنه أنت المفروض تتعرفين على واحد ثري بعدين يكتب لك عمارة كذا يوقع لك يعني واللي يحول لك مليون كذا، فأنت يعني أنت بعيدة عن الخط تماما. قد يكون عندك نية قاعدة تحاول إنها تشتغل، قاعدة تحاول إنها تشتغل. قد تكونين في زمكان مناسب لجذب هؤلاء الشخصيات. قد يكون عندك دروس معهم قاعدين يعلمونك، وفي الغالب إذا كانوا يعلمونك شيء فهم يعلمونك طريقة الصرف اللي أنت في الغالب مسرفة فيها. نختم بهذا السؤال يا جماعة. أنا إنسانة مو مادية لدرجة ما أبي أتزوج بمهر، رغم كل هذا لم يتقدم لي أحد. أوكي حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، مو كذا، مو كذا يا حبيبتي، مو كذا، لا مو كذا، مو كذا الموضوع. ما لها دخل انت مادية ولا مش مادية، هذا عرف تعارفوا عليه الناس، وبالتالي معتقداتهم تركبت على هذا العرف. طيب فمو مصلحتك انك تكسرين هذا العرف. ما انت مادية خلاص لا تطلبي شيء كثير، اطلبي العرف. ما قلنا لك اطلب شيء كذا، اطلب العرف. بس انت ما 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 تقدرين تقولين انا احط هذا السبب عشان انا اجذب زيادة الرجال. لا، انت لما تقولين انا يا جماعة ما ابغى مهر، يا جماعة ترى انا مو مادية ما ابغى مهر يا جماعة. اوكي ان شاء الله الحين يجوني ناس كثير لاني يعني تنازلت وكذا. يا جماعة ترى انا ما ابغى مهر، يعني ترى اتس اوكي ما ابغى مهر عادي، ترى انا مو ماديه مو مهتمه يعني بالفلوس ابدا، كلش مو مهتمه. يلا الحين بيجون بعدين ما يجي احد، لان مو هذه هي الفكره اصلا، مو هذه الفكره. صدقيني الشخص لما يستعد للزواج يكون مستعد للمهر. كل رجل احنا في هذا الوعي الجمعي يستعد للزواج هو يعرف انه مستعد للمهر. ما استعد للزواج ما يناقش اصلا موضوع المهر. يعني اذا هو اصلا مو جاهز للزواج موضوع المهر مو على الطاوله. ما تقدرين تقولين والله ترى انا بدون مهر يلا تعال. موضوع الزواج بعيد. هو اصلا ما حط الموضوع على الطاوله. فما تقدرين تقولين يلا عندي لكم اغراء ها ترى ما في مهر تعال، لا. الموضوع مش على الطاوله اصلا. لما يحطون على الطاوله أحد استعداداتهم الآن في الوعي الجمعي إن نستعد بمهر. فبالتالي أصلا أنت لو تقولين بدون مهر بينصدمون. كنت شو فيها؟ هي فيها عيب. ليش أنتم ما تبغون مهر؟ أنت فيك عيب، فيك مشكلة، فيك شيء مو طبيعي. فما المفروض إنك تختارين هذا الخيار؟ وليس أحد أسباب عدم زواجك المهر ابدا. ما في امراه في هذا الزمن سبب عدم زواجها هو المهر، ما في. في اسباب كثير محتمله قبل ما نوصل لهذا السبب، كثير كثير في احتمالات قبل ما نوصل لموضوع المهر. فيه احتمالات
مشاكل في نيتك، في انعكاساتك، في المكان اللي انت فيه، اعتقاداتك عن الزواج، تجربتك، قد تكون عندك صدمات مريتي فيها ما تحررتي منها الى الان، قد يكون شعورك عن الرجل، شعورك عن الزواج، قد تكون توازن الذكوره والانوثه عندك، ما اعرف وين، لانك ما تكلمتي الا عن زاويه معينه ابغى اقول لك ما لها دخل اطلاقا اطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، مره نهائيا ما لها دخل ابدا ابدا. شوفي اذا احنا طلعنا فوق زياده ونزلنا تحت زياده عن الافرج العام للمجتمع، تحسي الموضوع مو يعني في اختلال في ايمانيات الناس، فبالتالي امشي مع الناس، لا تقولي نبغى مهر زياده ولا تنقصي، امشي مع الناس. هو اصلا مستعد، هو اللي بيجي يخطب حاط في راسه مبلغ معين، هم عارفين كلهم متعارفين على هذا الشيء. فيا حبيبتي يا هيفا، ارجوك انشغلي على موضوع الذكوره والانوثه، انشغلي على معتقداتك على الزواج، تقدرين تعدلين الذكوره والانوثه في سيلستيا الوعي الانثوي، تقدرين تشتغلي على معتقدات الزواج في دايزي الوعي الزواجي، تقدرين تشتغلين عندك اي لخبطه في المشاعر في كورسات تنظيف المشاعر. لا تخلين نفسك عندي عند غيري، لا تخلين نفسك ولا تربطين ابدا موضوع الزواج بالمال. طيب يا جماعة، أذكركم لا تنسون خلفية الجوال، باقي لنا كم يوم، اللي ما عاد خلفية الجوال يلحق، عندنا كم يوم انضم لطاقتنا، ها احنا مجموعة، فكويس انه تنضم لطاقة المجموعة، موجودة في حسابي على تويتر، مثبتة في حسابي على تويتر، وحط نية موازنة طاقة الأنوثة إذا كنت امرأة في الداخل والخارج، أو موازنة طاقة الذكورة في الداخل والخارج للرجل. وأذكركم عندنا 5 كورسات موجودة على سمية 369.net: دايزي الوعي الزواجي، سيلستيا الوعي الأنثوي، الحياة السرية للرجل، ملف الخيانة والغواية. وأصدقائي في مصر، بعد كم يوم معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، ليز صوروا لي إصداراتي، راح تكون في دار ملهمون. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.